نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية غمصة شرق التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن قافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. موجودين النهارده في قرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ. قافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا لوزارة الصحة، كونها بتقنص بحاجتين أساسيتين: أولا مجانية الخدمة تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة، الحاجة التانية كمان إن هي بتوصل للمواطنين لحد عندهم، كونها إن هي بتستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية، وده بيخلي الخدمة أسهل وأوفر في الوقت والمجهود، خصوصا على كبار السن واللي مش بيقدروا يوصلوا لأماكن تقديم الخدمة بسهولة. القافلة فيها 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. القوافل الطبية اللي بتتم في هذه القرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتتم في هذه القرية لمدة يومين. القوافل الطبية من الخدمات المتميزة اللي بتقدمها وزارة الصحة والسكان، من التميز بتاعها ان هي بتوصل للمواطن في اماكن تواجده. قافله بتشهد اقبال كبير، يمكن جمصه من الاماكن اللي بيبقى فيها تعداد سكاني كبير، وكل ده بيصب في القافله. ناس كتيره بتيجي تكشف لانها لاقيه مميزات كبيره للقوافل، ان الخدمات اللي بتتقدم في القوافل خدمات كلها مجانيه تماما، بالاضافه كمان ان احنا بنوصل للمريض لحد عنده. النهارده في القافله معانا حوالي 12 عياده تخصصيه بالاضافه لتنظيم الاسره. الكشف بالمجان والتحليل بالمجان والاشعه بالمجان والادويه بالمجان، الدكاتره بتتعامل مع الناس باسلوب كويس. قافله فيها جميع التخصصات ان كان اسنان او باطنه او عظام، فيها حاجات كتير الصراحه حلوه، يعني ناس كتير بتيجي من البلد من هنا بتكشف، والكشف هنا كويس برضه، بياخدوا العلاج مجانا. جيت وكشفت على اولادي وما شاء الله حاجه جميله، وكل الاخصائيين موجودين وتحليل وكل حاجه موجوده، والعلاج جميل جدا.